وفي الدوري، حتى بالمناسبه هو انضم لمنتخب جنوب افريقيا من خلال فتره وجوده في الدوري اليوناني. يعني كان الدوري اليوناني خطوه بالنسبه له ان اللعيب محترف في الدوري اليوناني دخل بقى لعيب دولي. لعيب دولي بالظبط، ومنهم وعلى فكره برضو اللي دربه بونيف اسطوره بلغاريا. طبعا دربه في فريق يونيكس وعمل معاه نتائج كويسه، واعتقد سجل عدد برضو كويس من الاهداف. يعني كل المواسم اللي لعبها في الدوري اليوناني الممتاز سجل فيها اهداف رغم ان هو بيلعب وسط ملعب. فلا كان مشوار حلو. واعتقد مشواره كمان كان فيه حاجه ايجابيه، يمكن نزول فريقه للدرجه الثانيه وانه صمم انه يكمل معاهم وصعد بيهم بعد كده للموسم اللي جاء ده اداله جزء كبير من شعبيته. يعني اي لاعب محترف لما فرقته بتنزل درجه ثانيه ممكن جدا يعني بيمشوا، خاصه في الوقت ده. بالظبط صح، لانه كمان بيبقى هدفه انه عاوز يروح منتخب بلده طول الوقت وانه يكون متواجد في دوري ممتاز. لكن قصص الوفاء في كره القدم يا كابتن هاني بتفرق كتير قوي مع الجمهور وبتصنع تاريخ لاعب. مش لازم انك تكون اخدت بطوله دوري ابطال اوروبا مثلا، لكن ممكن تكون انت اخلصت للنادي اللي انت بتلعب فيه وعلاقتك بجمهوره بقت علاقه قويه في موقف صعب انت تحملت او جيت على نفسك شويه علشان النادي، وفي نفس الوقت الجمهور بيقدرك. يعني الحاجات دي لا تقدر بثمن. وبالمناسبه لحد النهارده نادي يونيكوس بيعتبر انه بيتسو موسيماني من اساطير النادي. الحاجات دي مش بفلوس، وبتعكس كمان شخصيه اللاعب، سواء اذا كان لاعب او حتى كمدير فني. انا بحس ان بيكون عنده شخصيه، وده لمسناه من خلال حواري معاه، شخصيه التحدي شويه، ان في فرقتي بتنزل درجه ثانيه، لا انا متحدي جدا وهنزل وهطلع بيهم السنه الجايه. ده بيعكس شخصيه التحدي، شخصيه الطموح اللي ان شاء الله تكون انا حاسس انها موجوده عنده بشكل كبير جدا، تساعده باذن الله مع السبورت للعيبه، مع سبورت الجماهير، مع سبورت الاداره، ان شاء الله يبقى عنده رحله ناجحه مع النادي الاهلي.